السلام عليكم، how are you؟ دقيقة بس بيسحبكم تدخلوا. How are you؟ I'm teacher سهيلة محمود. I'm an English teacher for Genius Online School. Today إن شاء الله I will explain the present simple tense for you. في تانية إعدادي عندنا 6 units، كل unit فيها 6 lesson. إن شاء الله بإذن الله هنقسمها على مدار الترم، يعني إن شاء الله مادة لذيذة وسهلة بالنسبة لكم. ولو في أي حد وإحنا بنشرح ما كانش فاهم حاجة، ما تكسفش إن هو يسأل، عادي هشرح له كل حاجة مرة واتنين وتلاتة وعشرة. المهم اللي احنا نطلع من الحصة نبقى كلنا فاهمين كل حاجة اتشرحت، تمام؟ محدش يتكسف ان هو يسأل، وخلوكوا عارفين ان مفيش سؤال غبي. وبالنسبة لي اهم حاجة ان احنا كل معلومة نكون بنقولها تكونوا كلكم فاهمينها، حتى لو ما اخدناش كمية كبيرة في الحصة، المهم ان انتوا تبقوا فاهمين كل الكمية اللي احنا اخدناها، تمام؟ خلونا نبدأ دلوقتي بإيه؟ بالليسون اللي عندنا النهاردة. ليسون سهل جدا، كلكم عارفينه وأخدتوه قبل كده وعندكم تاني السنة دي، يعني اسمه إيه؟ The present simple tense. يعني إيه present simple tense؟ يعني زمن المضارع البسيط. إيه هو زمن المضارع البسيط ده؟ ده زمن بنستخدمه علشان نوصف الحاجات أو نعبر عن حاجة إحنا بنكررها كل يوم، أو حاجة حقيقية مش ممكن إن هي تتغير، تمام؟ هنبدأ مع بعض دلوقتي الـ simple present tense. أول حاجة عندنا الـ formation بتاعه. الـ present simple tense بيتكون من إيه؟ simple present tense هو simple جدا، يعني زي اسمه، من subject زائد الـ verb. الفيرب بتاعي بيبقى في المصدر في انفينيتي مع I و you و we و they و ايه و اي اسم جمع، وبيبقى بنضيف له اس او اي اس او اي اي اس مع ايه، مع هي و شي و ات و ايه والاسم المفرد. بهنا تكوين البريزنت سيمبل عندنا سهل جدا، عندنا سبجكت زائد verb. الverb ده بيبقى في المصدر مع ال حاجات الجمع و I و you و we و they، ضمائر دي وأي حاجة جمع، وبيبقى بنضيف له s أو es أو ies مع الأسماء المفردة أو الضمائر المفردة اللي هو he و she و it. هنا عندنا مثال على الأسماء الجمع، هنا بيقول إيه؟ We usually play tennis on Friday. نحن عادة بنلعب تنس يوم الجمعة. هنا عندنا الضمير في الجملة we ده جمع، يبقى هنا لما عندنا الضمير جمع بيجي ايه؟ الفيرب في الانفينيتي في المصدر بدون أي إضافات، فكتبنا هنا play بدون أي إضافات. We usually play tennis on Friday. نحن عادة بنلعب تنس إيه؟ يوم الجمعة. usually هنا طبعا من الـ keywords بتاعت الـ present simple tense، وبتيجي قبل الـ verb زي ما احنا شايفين اهو. usually جت الأول وبعديها جه الـ verb play، تمام؟ فاهمين؟ تاني مثال عندنا على الـ إيه؟ فاهمين فاهمين تمام. عندنا تاني مثال هنا مع الاسم المفرد أو الضمائر المفردة he و she و it. عندنا هنا إيه؟ رودينا sometimes listens to the radio. sometimes listens، ليه قلنا listen هنا؟ listens هنا ليه ضفنا لها اس؟ عشان هنا رودينا اسم مفرد، اتفقنا للاسم الاسم المفرد نضيف للفعل معايا اس أو اي اس أو اي اي اس. على أي أساس؟ على أساس الفيرب اللي عندنا آخره إيه، بنضيف إس أو إي إس أو أي إي إس، هنشرحها الحتة دي دلوقتي. المهم دلوقتي الجزئية اللي إحنا أخدناها
ان مع ضمائر الجمع او اي اسم جمع بيجي الفعل ايه في المصدر infinity بدون اي اضافات، زي هنا play game من غير اي اضافات. طب لو هنا عندنا البرونون عندنا مفرد او عندنا اسم مفرد زي رودينا، هنا رودينا دي واحدة بس مفردة، فجينا ايه ضفنا للفيرب هنا اس رودينا sometimes listens to the radio، هنا sometimes و usually الاتنين قلنا ايه من ال keywords ال present simple، يعني دول كلمات بتستخدم في ال present simple، بتيجي فين موضعها في الجملة؟ قبل ايه؟ قبل ال verb. هنا ال verb هو listens، جه قبلها ايه؟ sometimes، جت قبل ال verb. هنا play جه قبلها ايه؟ usually، جت قبل ال verb. تمام لغاية هنا؟ في حد مش فاهم حاجة؟ يبقى ايه اخدنا لغاية دلوقتي ايه التكوين بتاع ال present simple tense. امتى بقى بنضيف s وامتى بنضيف es وامتى بنضيف ies؟ ده الحاجة اللي هنشرحها دلوقتي. هنا قلنا بيضاف للverb، بنضيف للverb s مع ايه؟ مع الضمائر المفرد زي ما اتفقنا. ضمائر مفرد عندنا هي هي وشي وات، وأي اسم مفرد تاني بنضيف للفيرب في البريزنت سيمبل اس مع ضمائر المفرد أو أي اسم مفرد تاني. تمام، هنا هو المثال اللي عندنا ده، مروة usually plays tennis on Friday. مروة هنا ايه؟ مفرد، فضفنا هنا الفيرب ايه؟ ضفنا اس. طب هنا ليه قلنا ساعات بنضيف اس وساعات بنضيف اي اس وساعات بنضيف اي اي اس؟ ليه مش كلهم اس بس؟ عشان هنا عندنا حالات مش هينفع نضيف اس بس، مش هنعرف ننطق الكلمة اصلا لو ضفنا اس بس، بسبب ايه؟ مشكلة في اماكن خروج الكلمات في الفم. فهنا عندنا بيقول ايه لو الكلمة منتهية باس اس او سي اتش او اس اتش او 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 اكس، بنضيف للكلمة ايه بدل اس؟ هنضيف لها اي اس. تمام، علشان هنا ايه الكلمة منتهية باس اس او سي اتش او اس اتش او 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 اكس، فمش هنعرف نضيف اس على طول. زي هنا المثال اللي قلنا بيقول ايه my brother often watches TV often watches TV، هنا watch اخرها ايه؟ اخرها سي اتش، سي اتش هنا مش هينفع احط لها اس على طول، حاولوا تنطقوها كده watch watch، مش هنعرف، فلازم نحط ايه اي هنا بين الاس والسي اتش عشان نعرف ننطق الكلمة، فبقت ايه watches في فاصل بين السي اتش والاس. my brother often watches TV. طيب مثلا كلمة go، go هنا اخرها ايه؟ اخرها حرف ال O، حرف ال O قلنا لازم برضو يجي بعديه اي اس، مش هينفع نحط اس على طول، فلما يبقى عندنا go في ال present simple مع فاعل مفرد بيبقى ايه goes، كده بنضيف له اي اس. تمام، فاهمين النوع ده؟ عندنا التالت نوع في الإضافة بتاعة الـ S والـ ES، عندنا الـ IES. الـ IES بقى إمتى بنضيف IES؟ بنضيف IES لو عندنا كلمة منتهية بحرف الـ Y قبليه حرف ساكن. طب إيه هي مثل الحروف الساكنة دي؟ ولكن إحنا عندنا في الإنجليش بتنقسم الحروف لحروف ساكنة وحروف متحركة، حروف الساكنة كتير فإحنا هنحفظ الحروف المتحركة، ولو جه قبل الواي حرف غيرهم هنضيف لها إيه I E S. إيه هما الحروف المتحركة اللي عندنا؟ عندنا A و I و E و O و U، دول إيه الحروف المتحركة اللي عندنا في الإنجليش A I E O U. طب هو ايه كلمة منتهية بحرف ال Y وقبلها حرف ساكن؟ حرف ساكن يعني مش من الخمس حروف دول، هنعمل ايه؟ هنشيل ال Y
وهنحط اي اي اس، زي مثلا كلمة كراي مثلا، كراي خلينا نمسح كده، احنا عارفين ايه الحروف المتحركة في اللوكو هنا، اي 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 يو او، دول الحروف المتحركة عندنا. فمثلا عندنا كلمة cry، cry آخرها ايه؟ حرف الواي، فاحنا المفروض لما نلاقي حرف الواي نعمل ايه؟ نشوف الحرف اللي قبليه هل هو ساكن ولا متحرك. طب دلوقتي لقينا الحرف اللي قبل حرف الواي ساكن، حرف الار ساكن، هنروح نعمل ايه؟ هنشيل الواي في البريزنت سيمبل لما يبقى جاي الفيرب مع قبليه فاعل مفرد او ضمير مفرد اللي هو هي وشي وات. هتبقى ازاي بقى؟ تبقى هنعمل ايه؟ هنشيل الواي وهنحط بدلها اي اي اس، فبقت عندنا ايه؟ كرايز. يبقى مثلا هقول علي always cry، يبقى هنا مينفعش نقول cry بس عشان هنا علي مفرد المفروض نحط لها اس. طيب هنا لقينا واي فمش هينفع نحط اس بس، راح نشيل الواي ونحط اي اي اس. طيب هنا في المثال اللي هو اداهولنا، امل always studies hard، studies studies كانت مكتوبة ازاي؟ كانت كده study، study اخرها حرف ايه؟ حرف الواي. طب قبل حرف الواي في ايه؟ في حرف ساكن، فروحنا عملنا ايه؟ شيلنا الواي وحطينا بدلها اي اي اس. تقولي طيب يا مس، لو كان عندي كلمة فيها حرف الواي اخرها حرف الواي بس الحرف اللي قبل الواي متحرك مش ساكن، هنعمل ايه؟ زي مثلا كلمة play، play هنا اخرها حرف الواي بس الحرف اللي قبل الواي احنا اتفقنا ان هو لازم يكون ايه؟ لازم يكون حرف ساكن عشان نشيل الواي ونحط اي اي اس. طب هنا كلمة بلاي حرف اللي قبل الواي حرف متحرك من الخمسة اللي احنا قلناهم، يبقى ساعتها ايه؟ هنضيف اس عادي من غير ما نشيل الواي. يبقى امتى؟ لما يبقى عندنا الكلمة اخرها حرف الواي بنشيل حرف الواي ونحط اي اي اس. مين يجاوب؟ اي شباب؟ اتفضل يا ادم. بيتحط فيها اي اي اس بدل واي لما ما يبقاش فيه حروف متحركة في الكلمة. برافو يا ادم، ويل دان. يبقى زي ما ادم قال كده بنشيل الواي ونحط اي اي اس لو مفيش حرف متحرك يسبق حرف الواي، لكن لما نلاقي حرف متحرك يسبق حرف الاي يبقى مش هنشيل الواي، هتفضل زي ما هي هنضيف الاس. في حد مش فاهم حاجة لغاية دلوقتي؟ أي حاجة في اللي اتشرحت مش مفهومة؟ أي الشباب؟ تمام، يبقى كده اللي احنا أخدناه، أخدنا تكوين الـ present simple، قلنا بيتكون من الفاعل زائد الـ verb، الـ subject plus verb. طب الـ verb ليه حالتين في الـ present simple، حالة بيبقى infinity على طول في المصدر بدون أي إضافات، مع I ويو ووي وذي وأي فاعل جمع أو أي اسم جمع، بيفضل الفيرب انفينيتي زي ما هو في المصدر. طيب ايه الحالة التانية بتاعته؟ الحالة التانية بتاعته لما بيبقى السبجكت عندنا مفرد أو هي أو شي أو ات، بيبقى بنضيف للفيرب عندنا اس أو اي اس أو اي اي اس على حسب نهاية الفيرب اللي عندنا. الفيرب اللي عندنا آخره اس اس CH SH O أو X بنضيف ES. طب الفيرب اللي عندنا آخره Y بيسبق ال Y حرف ساكن، بنشيل ال Y بنحط IES. طيب الفيرب عندنا طبيعي ما فيش آخره Y ولا في آخره SS أو CH أو SH أو O أو X، بنضيف S بس للفيرب زي الأمثلة اللي أخدناها لغاية دلوقتي. في حاجة مش واضحة؟ ندخل على الجزئية التانية، ازاي
ننفي ال present simple tense. هقول لكم طريقة تبقى سهلة، هديكم مثال. يعني مثلا هقول ايه، ثانية اكتب لكم. مثلا عندي هنا في النفي عندنا she doesn't walk to school، نعتبرها she walk، she walks بقى to school. هقول لكم طريقة سهلة تعرفوا تنفوا بيها. هنا she walks to school، هي بتمشي للمدرسة، دي عادة بتاعتها ان هي دايما بتروح المدرسة ماشي. هنا الجملة ايه، مثبتة عادي، ما فيهاش نفي ولا حاجة. طب لو انا عايزة أأكد على الجملة دي، يعني مثلا لو انا بالعربي بقول انا بمشي للمدرسة، لو عايزة أأكدها هقول ايه، انا بالفعل بمشي للمدرسة. فين هنروح نقول ايه عشان نأكد الجملة؟ هنضيف do أو does، do أو does على حسب إيه؟ حسب ال subject اللي عندنا. subject مفرد بياخد does، subject جمع بياخد do. طب هنا عايزين نأكد الجملة دي تبقى إيه؟ تبقى she does، نفتح دي، تبقى she does walk to school. هنا لاحظنا ايه، she does walk to school، هنا أكدنا الجملة هي بالفعل بتمشي للمدرسة، هي بالفعل كل يوم بتروح المدرسة ماشي، she does walk. طب قلتولي ليه يا مس شيلنا الاس من walk؟ مش المفروض هنا اتفقنا ان لما يبقى subject مفرد عندنا بنضيف اس للفيرب؟ اقول لك بالظبط اتفقنا على كده، بس احنا عملنا ايه، عملنا اضافه للجمله، ضفنا does عشان ناكد الجمله. فهنا does هي اللي اخذت الاس بتاع بتاع السبجكت المفرد، فبالتالي walk لازم تيجي في المصدر، يبقى do او does الفيرب بعديهم بيجي في المصدر بدون اي اضافات. تمام يا شباب؟ يبقى هنا عشان ناكد الجمله قلنا ايه، she does walk to school، هي بالفعل بتمشي للمدرسه. كده سهلة وبسيطة الجملة. لو عايزين ننفيها بقى هنعمل ايه في النفي؟ بكل بساطة تبقى الجملة اللي احنا أكدناها دي زي ما هي، وهنضيف not مع does، تبقى she doesn't walk to school زي ما هو الكتاب كتبها لنا هنا اهو، she doesn't walk to school، she doesn't walk to school. يبقى هنا مع ال subject المفرد بنضيف في النفي doesn't، والفيرب بعد doesn't بيجي في المصدر، she doesn't walk to school. احنا شفنا الجملة قبل ما ننفيها كانت she walked to school، she walks to school، ضفنا s الwalk علشان ال subject عندنا مفرد. في ال present simple tense بنضيف للفيرب s لما يبقى ال subject عندنا ايه، مفرد. طب هنا في النفي قلنا ضفنا doesn't، ف doesn't هنا هي اللي خدت التصريف بتاع المفرد she doesn't، ووك اللي بعد doesn't بتيجي في المصدر. طب لو عندنا حاجة جامعة هننفيها ازاي؟ احنا قلنا المفرد بننفيه بدز بدزنت. طيب الجامعة هننفيه ازاي؟ هننفيه بدو. الضمائر عندنا I أو you أو we أو they أو أي اسم جمع بننفيه ب don't. هنا لو عندي جملة مفرد وعايزة أكدها، نأكدها بإيه؟ جملة جمع سوري، عايزين نأكدها، نأكدها بإيه؟ أي شباب؟ لو عندي جملة مفرد زي مثلا I get up early، I get up، I get up early on Friday. أنا بستيقظ باكرا في يوم الجمعة أو الجمعات، يعني كل جمعة أنا بصحى بدري. I get up early on Fridays. هنا من شوية لما أخدنا she walks to school أكدناها إزاي يا شباب؟ سامعني حد يجاوب؟
ترى انا حد جاوب من شويه لما اخذنا المثال بتاع شي ووكس تو سكول، قلنا ايه؟ شي داز ووك تو سكول، لما اكدناها حطينا لها داز، هي بالفعل تمشي للمدرسه. طب هنا عندنا المثال ده، I get up early on Fridays، قلنا I و you و we و they، والاسم الجمع بياخدوا do مش does. فهنا نأكد ازاي الجملة؟ أقول يا بس اتفضلي يا ايه. I do get up early on Fridays. well done يا ايه. يبقى زي ما ايه قالت كده، لما نيجي نأكد الجملة دي هنضيف لها ايه؟ هنضيف لها do. هنا الفيرب عندنا الأساسي ما تحصلش فيه أي تغيير. ليه ما حصلش فيه أي تغيير؟ عشان هو أصلا الفيرب مع السبجكت I you we they أو أي اسم جمع بيبقى في المصدر أصلا. هنا لما أجي أكد الجملة وأقول I do get up early on Fridays، مش هيحصل أي تغيير للجملة. طيب احنا دلوقتي أكدناه، يبقى أنا بالفعل بستيقظ باكرا يوم الجمعات. تمام، عايزة أنا في الجملة بقى هنعمل إيه؟ دول اللي عندنا دي هنحط لها نوت بس كده. في الجملة I don't get up early on Fridays زي ما مكتوب عندنا. يبقى هنا عندنا حاجة بسيطة تسهل علينا النفي والسؤال، إن إحنا بنجيب الجملة في الأصلية بنأكدها. بنأكدها إزاي؟ بنأكدها بدو أو does. إمتى دو إمتى does؟ دو مع I و you و we و they والاسم الجمع، وداز مع هي وشي وات والاسم المفرد. لما نيجي ننفي الجملة اللي أكدناها بنضيف نوت بس، يبقى I do get up early on Fridays، تبقى I don't get up early on Fridays. تمام يا شباب، فاهمين لغاية كده؟ في أي حاجة مش مفهومة؟ لا يا طيب ميس، لو حد عنده سؤال ما يتكسفش يسأل. تمام، المهم تطلعوا من الحصة كلكم فاهمين كل كلمة اتشرحت. لو في حاجة مش واضحة قولولي. تمام، هنا هو بيقول لك في الكتاب ايه، حرف الاس بيحذف من الفعل عند النفي ب doesn't مع المفرد الغائب، زي ما احنا قلنا لما قلنا المثال بتاع she doesn't walk to school، كنا كاتبينها الأول she walks to school، فلما جينا حطينا does شيلنا الاس من walk، قلنا علشان doesn't هي اللي أخدت التصريف بتاع الفعل المفرد واللي بعدها بقى في المصدر. وجايب لك مثال هنا اهو، he doesn't play football. هنا كلمة play جت في المصدر عشان في قبليها كلمة doesn't، بقى doesn't هي اللي أخدت التصريف بتاع الفعل المفرد، بقى he doesn't play football every Thursday، يبقى هنا play ما ضفنالهاش s. تمام، بيقول لك بقى ايه، في طريقة تانية للنفي، بس الطريقة التانية دي بنستخدم فيها الاس عادي مع المفرد. بيقول لي ايه، the bus never stops near. طب ليه هنا ما حشناش الاس من stop؟ عشان never هنا اصلا ده مش verb. تمام، هو بيستخدم لنفي الجملة بس هو فيرب، لكن دو داز عندنا دول فيربس، فالفيربس هما اللي بياخدوا التصريف والفيرب اللي بيجي بعدهم بيبقى في المصدر. أما لما بنستخدم كلمة never، never هنا مش فيرب، فهي مش هتتصرف أصلا، مش هتاخد التصريف بتاع الفيرب اللي عندنا، فيبقى إيه، هيقعد الاس زي ما هو مع المفرد. يبقى the bus never stops near my house، الأتوبيس مش بيقف خالص قريب من بيتي. تمام، مفهوم الجزئية دي؟ ده بنضيف does مع المفرد بنشيل الاس من الفيرب الأساسي في الجملة، لكن لما بنضيف الاس بتفضل زي ما هي علشان never أصلا مش فيرب، فمش بيتصرف أصلا، فالتصريف هيقعد زي ما هو في الفيرب الموجود عندنا في الجملة. تمام يا شباب، جزئية بعد كده عندنا السؤال، ازاي هنكون سؤال في زمن ال present simple. هنا بيقول لي ايه،
فاكرين المثال اللي أخدناه اللي أكدناه من شوية بدو، صح؟ هنكتبه تاني نشرح عليه. قلنا شي، هكتبه متأكد يا جماعة، ماشي؟ she does walk to school. she does walk to school، هي بالفعل تمشي للمدرسة. قلنا هنا walk شلنا منها الاس علشان احنا ضفنا does. does هي اللي اخدت التصريف بتاع الفعل المفرد في زمن السيمبل بريزنت، وايه walk بتيجي في المصدر. تمام لغاية كده؟ تمام. طيب لما جينا ننفيها قلنا ايه؟ قلنا she doesn't walk to school، ضفنا not. طب لما نيجي عايزين نسأل في سؤال بنعمل ايه؟ هنبدل does، هتيجي الأول تيجي بعديها she. بقى does she walk to school؟ هل هي بتمشي للمدرسة؟ خلينا نكتبها. هنجيب ايه؟ هجيب does في الأول، تبقى does، خليها capital. does she walk to school؟ هل هي بتمشي للمدرسة؟ فكده عملنا ايه؟ كوننا سؤال. كوننا سؤال ازاي؟ جبنا الجملة اللي احنا كنا مأكدينها ب does، وبدلنا does و she مع بعض، عملنا اكس، does طلعت بره و she دخلت جوه، فبقت does she walk to school؟ هل هي بتمشي للمدرسة؟ فتبقى الإجابة بإيه؟ yes she does or no she doesn't. تمام؟ طيب لو عندنا حاجة جمع، مثلا لو بقول مثلا لو قلت مثلا I speak English، لو قلت I speak English هنا عايزة أكدها أضيف لها do ولا does؟ هيا يا شباب، دو برافو، نضيف do، يبقى I do speak English. تمام، I do speak English. لو عايزة فيها هقول ايه؟ هقول I don't speak English، انا لا اتحدث الانجليزيه. طب لو عايز اسال هنعمل ايه في السؤال؟ نعمل مقص زي ما اتفقنا، هتيجي دول اول هندخل اي جوه. طب اي لما هنجيبها في السؤال هكتبها ازاي؟ انا في الاجابه بقول اي تو سبيك انجلش. لما حد هيجي يسالني هيقول لي ايه؟ هل انت تتحدث الانجليزيه؟ تبقى ايه؟ اي هتتحول لايه؟ ليو، عشان في السؤال قلت في الإجابة قلت I، ففي السؤال هتبقى إيه؟ هتبقى you، تبقى do you speak English؟ تمام يا شباب؟ do you speak English؟ فهنا اللي انت تأكد الجملة هتسهل عليك النفي وهتسهل عليك السؤال. بنأكد الجملة بدو أو does مع المفرد does مع الجمع do، في النفي بنضيف لها not، في السؤال بنبدل السبجكت ودو أو does مع بعض، بيبقى عندنا تكون السؤال. هنا أهو الكتاب جايب لك إزاي تكون سؤال، بتحط مع الضمائر الجمع I we you they وأي فعل جمع بنضيف قبله do، بعديه الفعل في المصدر. جايب لنا مثال Do you speak English؟ هل أنت تتحدث الإنجليزية؟ يبقى عندنا إجابة من اتنين، يا إما yes يا إما no. يعني yes I do or no I don't.
طيب لو عندنا الفاعل عندنا مفرد او هي او شي او ات، بيجي قبلها ايه؟ does، وبيجي بعدها ال verb في ال infinity بتاعته في المصدر. تبقى مثال هنا does she cook well، هل هي بتطبخ كويس؟ yes she does or no she doesn't. أجل هي تفعل أو لا هي لا تفعل. طيب يا شباب هديكم مثال وانتوا عايزاكوا تأكدوا، حد يأكدوا وحد ينفيه وحد يعملوا سؤال. تمام هقول لكم انا مين يعمل ايه. تمام اكتب لكم المثال، مثلا I drink coffee for breakfast. I drink coffee for breakfast. عايزة حد يأكده، هنخلي مين؟ كريم، ممكن يا كريم لو سمحت تأكد لنا الجملة دي. I drink coffee for breakfast. قلنا ازاي بنأكد يا كريم؟ أيوه I do drink coffee for breakfast. well done يا كريم. وهنا عشان نأكدها ضفنا ايه؟ ضفنا do، هنا بقت ايه؟ I do drink coffee for breakfast. طيب لو عايزة أنفي الجملة دي يا عمر، هنفيها ازاي يا عمر؟ هنا احنا أكدناها قلنا I do drink coffee for breakfast. لو عايزة أنفيها يا عمر هنفيها ازاي؟ I don't. برافو يا عمر، I don't drink coffee I drink for coffee. breakfast. well done يا عمر. طيب لو عايزة أعمل سؤال من الجملة دي هنعمل إيه؟ الجملة عندي مثبتة I do drink coffee for breakfast. مين اللي عليه الدور؟ آدم. يا آدم هنعمل سؤال إزاي؟ Do you drink coffee for breakfast? well done يا آدم، برافو يا شباب، اللهم بارك عليكم شاطرين. هيبقى السؤال do you drink coffee for breakfast؟ ليه هنا خليناها you؟ علشان في السؤال الـ I بتتحول لـ you، عشان هنا بتبقى أنت، بسألك أنت، لما بجاوب بجاوب أنا. يبقى do you drink coffee for breakfast؟ فاهمين لغاية كده يا شباب؟ وانت يا آية بما انك ما أيوة جاوبتيش ده هديكي مثال كامل تحليه لوحدك. ماشي يا آية؟ يا مس مثلا هقول ايه؟ he plays football. اعتبره فوتبول كاملة بقى. he plays football every day مثلا. لما نيجي نثبتها يا آية هنقول ايه؟ هقول he does play football every day. well done يا آية. طيب لما اجي انفيها Well, he doesn't play football every day. برافو يا آية. لما اجي اعمل لها سؤال Does he play football every day? great job يا آية، اللهم بارك. تمام كده يا شباب فهمتوا كلكم؟ أيوة. في حد مش فاهم؟ عشان ندخل على الجزئية اللي بعدها لازم كلكم تبقوا فاهمين. تمام يبقى كده أخدنا التكوين وأخدنا النفي وأخدنا السؤال بيس ونو. تمام السؤال اللي إجابته يس أو نو، أنا ما خدتكوش جاوبتوا على ولا سؤال صح؟
تعالى أسألكو أنا، مثلا نسأل مين الأول؟ نسأل مثلا كريم، أقول لك do you play football every day؟